غير طبعا بانكم جدا على سياستكم للثوره والاختراق، وكل الشكر والتقدير للاستاذ عمل، وشكرا طبعا مهما قلنا للجامعه الامريكيه ولهيئه المعامله الامريكيه على دعمهم لجامعه سوهاج واختيارهم لجامعه سوهاج من ضمن 8 جامعات اللي عمل فيها مركز التدريب المهني ده. هي حاجه بنفتخر بيها وبنسعد بيها ان احنا يعني قدرنا فعلا نحقق الكرايتيريا المطلوبه علشان يبقى عندنا مركز تدريب متميز بلد الشرق. ولكن المركز يعني مهتم جدا بتطوير مهارات الطلاب ومهارات التوظيف وبناء القدرات، وده يعني التارجت بتاعنا في المستقبل ان احنا مش بس نركز على الجزء الاكاديمي والشهادات الاكاديميه للجامعه، انما بجانب ده يبقى عندنا تركيز اكبر على المهارات وتنميه المهارات لمواجهه سوق العمل والتوظيف. بشكر برضه الدكتور علاء على مجهوده والدكتور سيد على رعايتهم للمركز و الاداء المتميز اللي بيتم في المركز. لسه دلوقتي كنا عاملين انترفيو مع الطلبه اللي هي بتدربوا هناك. بشكر جدا في النظام وفي التدريب وفي مستوى التدريب، وده اللي احنا في ناماله ان احنا نرتقي فعلا من مستوى التدريب اللي عندنا بحيث نقدر نحقق الهدف. مبروك عليكم التدريب ومبروك عليكم اجتيازه، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم بشكل كويس. وقبل ما نوزع الشهادات انا عاوز بس من الشباب يقول لنا واحد يمثل الولاد واحد يمثل البنات يقول لنا ايه اكتر حاجه استفادوها من التدريب، او التدريب ده بالنسبه له يعني ما ادانش انجلش بشكل كامل او ما لمش كل الجوانب، لكن عرفنا طريق. يعني كان كل اللي بندرسه في المدرسه الايام اللي فاتت كان اسلوب وكان طريقه، واللي خدناه في الكورس ده كان شكل تاني، والشكل الفعلي للغه بره واللغه في الجامعات واللغه في الشغل، وازاي فعلا ان انا اجتاز انترفيو او ادخل اختار الكارير بتاعي او استخدم ازاي المفردات. كان بيعلمنا ازاي نكون متعاونين مع بعض، كان في مشاركه دايما بين الشباب والبنات، كان هو دايما بنات كانت بتخجل شويه ان هي تتكلم مع الشباب، لكن لا في الكورس ده كان في مشاركه حلوه خالص. مستر محمود المدرب هناك كان بيعلمنا ازاي نكون متعاونين مع بعض، لا كنا شباب او بنات، اهم حاجه ان احنا بس نعرف نتكلم مع بعض. موجوده؟